اهلا بيكم في حلقه جديده من الناقد ذا كريتكس. هنتابع معاكم في حلقتنا النهارده نظره عامه على السينما العربيه، وهنسلط الضوء على ممثله مصريه الكل اجتمع على حبها، وهنتابع مع بعض رحله الافلام العربيه من البلدان العربيه للعالم، وده كله ضمن حفل جوائز الاوسكار. ودلوقتي خلونا نبدا مع بعض حلقتنا من الناقد مع ماهر مصلي ومحمود مهدي وانا فسان شمسي. عناوين حلقه الليله: نقاش حول فيلم رحله 404، منى زكي في الناقد من خلال تقرير خاص، نقاش حول سلسله جريزيلدا، نقاش بيني انا ومحمود وماهر، وهنتكلم عن المرشحين لجوائز الاوسكار السنه دي. غدا، هو انت عايزاني سلبت المبلغ؟ انت خربتي بنتي وانا هطلق بسببك. مين الشغوري؟ انا المفروض طلع حج بس مش ثابت. في فيلم الرحلة 404 بنتعرف على شخصية غادة اللي بتستعد للانطلاق في رحلة لأداء فريضة الحج مع والدها، ولكن بيقع حادث مأساوي بيفرض عليها مسؤوليات مالية فوق طاقتها بتجبرها على القيام برحلة أخرى ولكن في ماضيها الغير مشرف. سيناريو لمحمد رجاء، الإخراج لهاني خليفة، البطولة لمنى زكي بالاشتراك مع محمد ممدوح ومحمد فراج بعد مسلسلهم شديد النجاح لعبة نيوتن. انطباعاتك؟ أنا في حالة هيام، في حالة غرام وعشق كمان مع السيناريو والحوار في هذا الفيلم. أنا مرة أحترم لما الكاتب الفيلم ما يلقم لي المعلومات ويديني المعلومات حبة حبة ويخلي أنه أنا اللي أجيب الأوراق المبعثرة أو القصص المبعثرة عشان توضح معايا الصورة بالكامل. أنا من بداية الفيلم وأنا دخلنا في حالة، الفيلم ده دراما عائلية لأنه شفنا فيه تفكك عائلي في البداية، عندها مشاكل مع أمها، عندها مشاكل مع أبوها، رايحين رحلة حج، بعد شوية بدينا نسمع عن أشياء في الماضي ونرجع، وزي أنت ما قلت بدل ما نروح للرحلة اللي هي كانت رايحاها، إحنا رجعنا رحلة للخلف ودوامة للماضي وكل الناس اللي كانوا معها، مليانة أسئلة. وشايف إنه أول نقطة قوة في جوانب قوة كثير هي السيناريو والحوار، كيف انه ما ادانا اي خطاب مباشر ولا اي مواعظ رنانه، خلى الاحداث هي اللي تتكلم عن نفسها، وانا جدا جدا مبسوط من هذه الناحيه في الفيلم. هو في تقدير الشخصي فيلم 404 او فيلم الرحله 404 مش شبه الافلام بتاعت اليومين دول. هو فيلم ينتمي لمرحله سينمائيه افضل بكتير. صحيح. مرحله سينمائيه من الماضي زي ما انت بتقول كده، ما بتلقنش المشاهد المفروض يحس بايه، بترملنا قطع بازل ما بتكتملش مع بعض غير في قرب النهايه عشان نركز اكتر في اللي احنا بنحاول نوصله، الفكره اللي بنحاول نوصلها ومش الموعظه اللي بنحاول نوصلها. صحيح. لان الفيلم مش مركز على ده على الاطلاق. لمفاجاتي انا شخصيا، أنا أول لما انتبهت للشاشة مع بداية الفيلم لقيت تصميم الملابس زي ما يكون مكون رئيسي في الفيلم. في تقدير الشخصي لو أنا فاكر صح ده كان أول اسم ظهر، وأنا أعتقد زي ما أنت قلت كده بالظبط، واقع في غرام وهيام تصميم الملابس في هذا الفيلم. أوه. الفيلم دوت على مستوى التفاصيل بتاعته فيلم ما بيسهلش على نفسه على الإطلاق. يعني أنا أعتقد أن لغة التفاهم ما بين محمد رجاء كاتب السيناريو وهاني خليفة المخرج، إن عندي موقف يبقى لوكيشن جديد. أوكي. عندي تصور يبقى لبس جديد. عندي تصور لحاجة يبقى تعالى نزود التحدي، تعالى نسافر، تعالى نطلع في موقع خارجي، تعالى نروح لمكان هنقعد فيه دقيقتين فقط، ومع ذلك نعمل فيه برودكشن ونعمل فيه ارت دايركشن معقد ومش سهل على الاطلاق، وده انا بقدره جدا في صناعه السينما. وهذا الشيء اللي ابغى اضيفه كمان، يعني صح اني مدحت السيناريو والحوار، بس لو كان في رؤيه مختلفه عند المخرج كنا حندخل في تخبطات كثيره، كيف توصل هذا السيناريو، وكيف بدل ما تقعد تبغى تشرح لنا كل شويه هي ليه زعلانه ولا ايش الماضي حقها، انه الامور ماشيه باين ان الرؤيه الكتابيه توافقت بشكل تام مع الرؤية الإخراجية. وهذا مدخل جيد إني أتكلم على منى زكي. أنا بكت صحيح للمعلومة عشان أنا غير ملم بكل الأعمال اللي بتعملها منى زكي، شفت لها أعمال كثيرة جدا، شفت لها عمل من نفس المخرج اللي كان سهر الليالي باين، وكان من أجمل الأفلام اللي شفت لها ليها. أنا ما تابعت مسلسلات، شفت فيلم نزل قبل فترة على نتفليكس اللي ما لاقى استحسان من الناس على الرغم إنه أدائها فيه كان جيد، بس أنا شايف هنا أداء في بعض الأحيان ممكن نقول أداء العمر، أداء هو كل كامل مرة متكامل. منى زكي بتقوم ببطولة نسائية بنقول عليه أداء العمر.
صحيح كل مرة لا في سينمائيا وليس مسلسلاتيا ومسلسلاتيا كذلك احنا عندنا في لعبة نيوتن منى زكي ازاحت الجميع لسه المسلسل بتاعها الاخير اللي كان السنه اللي فاتت اللي كان بيدور في بيئه أيوة الصيادين أيوة والامور ديت برضو اعتقد ان هي فرقت عن المنافسه لو يصح نقول كلمه منافسه او قارناتها يعني بمسافه كبيره جدا. هو كل شويه الناس بتنسى القيمه التمثيليه بتاعت منى زكي وقيمه الاداء بتاعت منى زكي وهي في كل فرصه بتيجي وبتفكرنا مره. وانا هذا اللي حبيته في الفيلم عند منى ادتني النقيضين تماما في فيلم واحد. الشخصيه قويه عندها قوه في الشخصيه الطريقه اللي تتكلم فيها اللي تمشي فيها امورها سواء مع عائلتها سواء مع عملها الحالي ولا حتى عملها القديم علاقاتها الحالية ولا علاقاتها القديمة قوة شخصية جبروت. بس لما أشوف هذه الشخصية القوية توصل لأقصى مراحل الإهانة والذل والضعف وتقدر توصل لي أن أنا أصدقها في ضعفها من غير ما أنها تأثر الصورة القوية اللي عندها فهذا الرينج أنه يجيني في فيلم واحد فبرافو. أنا مرة تانية أنا ضايع في هيام وعشق السيناريو والحوار في فيلم اللي لولا التمثيل القوي من ممثلة ما كانت منى زكي ما كانت وصلت لي بهذا الطريق. طب هو أنا قلت معلومة مضللة شوية في البداية أنا قلت محمد فرج ومحمد ممدوح بيشاركوها البطولة هما الحقيقة ما بيشاركوهاش البطولة ولا حاجة هو كل الأدوار ما دون منى زكي هما ضيوف شرف صحيح حتى هما في التتر بتاع الفيلم نفسهم قالوا منى زكي وبعد كده عدد كبير جدا من ضيوف الشرف أصلا ما أفتكر أنه هي في مشهد ما هي موجودة فيه هي موجودة من بداية الفيلم للنهاية تقريبا. بس علت الدور وأدت الملعب هما وقفوا نفس الدور. مين بقى الأدوار المساندة اللي عجبتك؟ أنا أحلى دور مساندة كان محمد فرج في مشهد يعتبر رائع جدا بعده يجي على طول محمد ممدوح. أنا واقع في غرام والدها اللي قام بدور المناكفة الغريبة طبيعة العلاقة الغريبة. أنا عموما حبيت النص الأول من الفيلم ده أكتر من النص التاني. النص الأولاني كان فيه صدامات في شكل العلاقات مش ممكن. أول مرة هتقابل أمها ايه اللي بيحصل ده صحيح. اول مره هتتفاعل مع ابوها ايه اللي بيحصل ده اول صحيح. مره تتكلم مع اختها ايه اللي بيحصل ده صحيح. ايه ده يعني ايه اشكال العلاقه ديت وزي ما انت قلت السيناريو والحوار لغه الحوار اللي ممكن تكون طبيعية. جريئه في بعض الاحيان وممكن تكون صعبه على بعض الناس. مش عايز اقول لك احنا في السينما في خناقه قامت قبل ما الفيلم يبدا من واحده كانت شايفه ان في احد المشاهدين الاخرين معاه بنت صغيره وهي رفضت تماما ان ده يحصل. هي شافت ان الفيلم غير لائق البنت ما ينفعش تتفرج على الفيلم يعني مكتوب عليه بلس 18 بالظبط هو فيلم مش مناسب لكل الاعمار صحيح. بس انا عجبني جدا كميه الصناديق المفاجاه صحيح. زي ما تكون صندوق مفاجات بيتفتح في النص الاول في النص الثاني الامور اعتمدت على الصدف بشكل كبير شويه بقينا كل شويه بنقع في صدفه. على فكره معجب جدا بطريقه تصميم عدد كبير من الصدف والبعض الاخر مش قوي. انا مش صدف قد ما انه قرارات حبيت انها تكون متسقه مع بدايه الفيلم. بس حدخل هنا في الحرق ممكن نتكلم عنها في حصاد ولا في اي حاجه مستقبلا. تقييمك النهائي يا محمود للفيلم؟ تقييم الفيلم 8/10 وبرضه واحنا بنقول تقييم لهذا الفيلم لازم نبقى فاهمين ان ده فيلم يغرد خارج السرب. انا مش بقارنه على نفس المقياس اللي بتتقارن بيه باقي الافلام المصريه وبعضها كان شديد الجوده في الفتره الاخيره مش هنكر ده بس هذا الفيلم خارج السرب تماما يقيم في نفس الاطار بتاع الافلام الكبيره في الفتره الاخيره. انا شخصيا ارجع مرة ثانية وأقول هذا أفضل فيلم مصري شفته من فترة طويلة خصوصا درامي وخصوصا مبني على رواية على سيناريو أصلي. وتقييمي للفيلم وأنا وأوجه تحية لكل اللي اشتغلوا عليه شكله حيفاجئنا ماهر. أنا حديه 9/10 واو 9/10 الفيلم ده أثر فينا. من توصل لمرحلة إنك تقدر عن طريق شخصية استثنائية شخصية بتمر بظروف استثنائية مو الكل ممكن يمر فيها لكن هذه الظروف تحط مراية قدامك إنك تشوف علاقتك بينك وبين نفسك علاقتك مع دينك علاقتك مع ربك علاقتك مع أخلاقك هذه قليلة الأفلام اللي بتعملها وأنا خرجت منتشي من هذا الفيلم. آخر حاجة عايز أقولها سريعا جدا إن نهاية الفيلم ظريفة أوي جدا أقل صدمة مما توقعت صحيح. حابين نعرف رأيكم في فيلم الرحلة 404 يا ريت تعرفونا انطباعاتكم من خلال السوشيال. لنرى كيف كان مردود فيلم رحلة 404 على منصة أكس. موقع حكاية اعتبر أن فيلم هاني خليفة يليق بعودته بعد انقطاع وكيف طرح فكرة التطهر والتوبة بدون الميل لوجهة نظر معينة لكنه تمنى لو النهاية تكون أفضل. رأى أنس أن في رحلة هاني خليفة ومحمد رجاء فيلم ذاتي من الطراز الرفيع يروى ضمن سياق أيام قليلة تفصل غادة عن رحلة الحج فيباغتها الماضي ويعيد تعريف مفهوم التوبة. ورأت مايا أنه عمل متكامل وتمثيل منى زكي أسطوري كعادته وأن الفيلم له رسائل كثيرة وأهمها مواجهة الماضي. نجمة رحلة 404
هي نجمة متألقة في عالم الفن وواحدة من أبرز نجمات السينما المصرية والعربية. قدمت أدوار استثنائية في مجموعة واسعة من الأفلام والمسلسلات، وده طبعاً بيرجع لتفردها وجاذبيتها واختياراتها الدقيقة لأدوارها. استحقت العديد من الجوائز من قبل الجمهور والنقاد. نجمتنا للنهاردة هي منى زكي، ودلوقتي خلونا نتابع مع بعض نبذة عن مسيرتها ومشوارها الفني اللي كان ليه بصمة كبيرة في صناعة السينما المصرية والعربية. بدأت مسيرة منى زكي بالصدفة. وازيكم ازيكم، انا جاية اخدم عندكم. من بعد ما شاهدت اعلان لمحمد صبحي تقدمت بطلب للحصول على فرصة لقائه لما كان عندها 16 سنة. وليه لا؟ اصبح التمثيل بالنسبة لمنى اكتر من مجرد هواية. فمثلت لاحقا في عدد من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة زي خالتي صفية والدير. ده كان زمان. ومن بعدها انتقلت للسينما بفيلم القتل اللذيذ مع ميرفت امين. جرايمون، لو واحد صاحبي كنت هقول لحضرتك. حققت نجاح كبير لما لعبت دور جيهان السادات في فيلم ايام السادات عن الرئيس المصري الراحل انور السادات بجانب الفنان القدير احمد زكي. شو ده اللي انت كنت بتحلم بيه انور طول عمرك؟ وانتقلت من نجاح لاخر في افلام كتيره زي سهر الليالي، كفايه كدب بقى، من نظره عين، وخالتي فرنسا. دي كل دي طلبيزه. تزوجت منى من الممثل المصري الشهير احمد حلمي ولديهم 3 اطفال. صباح الخير. شاي؟ وتم اختيارها لتكون وجه لوريال في العالم العربي. ظهرت منى زكي مؤخرا في عدد من المسلسلات التلفزيونية الرمضانية الناجحة زي لعبة نيوتن مع محمد فراج وتحت الوصاية. أنا كلمتك أكتر من 20 مرة. وكانت اختياراتها مثيرة للجدل زي ما شفنا في فيلم أصحاب ولا أعز مع المخرجة نادين نبكي والممثل إياد نصار. أنا نسيت التليفون، معلش. سامي، who is the one in charge? نتفليكس في 2015 قدمت واحد من أفضل المسلسلات الدرامية اللي يتكلم عن شخصية حقيقية في قالب إجرامي ودرامي، وهو مسلسل ناركوس. نفس صانع ومبتكر مسلسل ناركوس يعود بقصة من نفس العالم، عالم تجارة المخدرات، قصص الترويج والتهريب لأمريكا، لكن هذه المرة بطل القصة هي أنثى مجرمة باسم غريزيلدا وببطولة صوفيا فرغارا. قبل ما نتكلم على العمل ككل، تقبلك لفكرة إنه صوفيا فرغارا بتقدم عمل درامي، خصوصا إنه أعمالها واللي اشتهرت فيه بعيد كل البعد، يعني مو كوميدية العادية، كوميدية يعني اللي قلبا وقالبا من كل جانب. أنا هاخد سؤالك أخش في تفاصيله شوية وبعدين نرميه لك تاني. يلا. طبعا ده أهم عائق أمام المسلسل، إن هي بتقدم شخصية جادة. أي حد في الدنيا قرى شوية أو اطلع شوية على مشهد تجارة وتهريب المخدرات في ميامي بالتحديد في الثمانينات والسبعينات عارف كويس قوي غريزيلدا بلانكو. أنا شخصيا اللي اطلعت على الموضوع ده من خلال فيلم وثائقي اسمه كوكين كاوبويز، اتعمل منه جزئين، الجزء الثاني تقريبا بالكامل مخصص ليها هي. فأنا داخل خايف منها لأن هي بكل تفاصيلها شخصية مخيفة. وبعدين سمعنا صوفيا فيرجارا، يا جماعه احنا بنهزر ولا بنتكلم؟ صوفيا فيرجارا في ادائها الكوميدي عندها حاجه، عندها في نهايه كل كلمه بتقولها طريقه كلام رجالي شويتين. أوكي. عندها طريقه تضجين في الكلمه اللي هي بتقولها، ممكن تكون من طبيعتها اللاتينيه من جانب، ومن جانب اخر بغرض تصدير الكوميديا. دي كانت اعتقد اللي المسلسل حاول يلعب عليها، بان هو بدل ما ياخدها في سكه الكوميديا ياخدها في سكه الشر. أوكي. في سكه القدره على الاتيان باعمال في منتهى القسوه وفي منتهى الدمويه. نجحت ولا ما نجحتش بقى؟ رجعت لك سؤال تاني. انا بالنسبه لي العمل ده قدم اول 3 حلقات كويسه، من كويسه الى جيده كمان. قصه الصعود حقت الشخصيه انا تقبلتها جدا، فكره المواقف اللي كانت هي موجوده فيها في شيء ضعيف وحاولت انها تصارع هذه التحديات اللي قدامها وتوصل، اشتريت منها في البدايه. اول حلقه ما كنت مشتري صوفيا فيرجارا مره، بس مع الوقت بديت اولف عليها وعلى كلامها وطبعت معاها ووصلت معاها كمان. مشكلتي الهبوط بقى، لأنه مسلسل قصير، أتوقع لو أنه طولنا شوية وعشنا معها فترة حبة وهي ناجحة مع التغييرات اللي بتصير فيها كان اشتريت أكتر من لأنه أنا بالنهاية لا، الفيلم كركب معايا بشكل كبير فعلاً؟
أيوة. لا يعني أنا أتفق مسلسل عفوا أتفق معك في التقسيمة ولكن مش في السكيل أو مش في وطأة الموضوع. أنا أعتقد أن بداية المسلسل في تقدير الشخصي من جيدة جدا إلى ممتاز. أوكي. وعجبني قوي 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 إن المسلسل تحداني في حاجة أنا كنت خايف منها. إنك مننا بنتكلم على 6 حلقات يبقى هنتكلم في خطوات النجاح نجاح 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 وبعدين فشل فشل فشل. أيوة. يعني هناخد سكة الصعود بسرعة قوي. أيوة. سكة السقوط بسرعة قوي. ده ما حصلش. سكة الصعود كانت مليانة معوقات، مليانة مأزق. أيوة. مليانة مشاكل عمالة تقع فيها. أيوة. يمكن تكون أكتر بكتير كمان من لحظات الانتصار بتاعتها. وهذا هو بس ده كان في منتهى الجودة في منتهى الروعة. النص التاني أنا معاك في إن رحلة السقوط متسارعة أكتر من اللازم. أظن حلقة كانت كل حاجة في الدنيا. هي دي بقى مشكلتي. لأنه هو جه في الآخر عدد كبير من القرارات السيئة راح مجمعها كلها في حفلة واحدة. هذه المصيبة. والمشكلة الثانية الفيلم المسلسل على نفسه. أنا كان ممكن أنسى ناركوس وأنا كان ممكن أنسى المقارنات. أنت بديت معاي المسلسل بجملة خلتني أصمر قدام الشاشة. جايبين إنه بابلو إسكوبار بيقول أنا ما عمري خفت من أي رجل، لكن الرجل الوحيد اللي خفت منه هي غريزيلدا. أوف أنا حشوف إيه دحين معايا. قصة الصعود حقتها اشتريتها. التردد اللي كان صاير ليه ما تبنت الشخصية القوية اشتريتها. القسوة وهي قوية ما جات. التحديات اللي جات عشان تسقط وبسرعة زي ما قلت جمعوها كلها في حلقة واحدة. والأسوأ بالنسبة لي إنهم حاولوا الكتاب يبعدوا عن القضية ككل وندخل في الحوارات الرنانة اللي مرأة قدامها رجل مصبوط. لازم الرجل يوقف لها. ومو بس تاجرة المخدرات، حتى المحققة الرجال كانوا بيوقفوا معاها. خرجتني من المود. مش دايما تعال اقول لك يعني في عدد من الافتتاحيات في المسلسل ازعجتني بشكل كبير. ولادي انا بحبكم قوي. ولادي انا بعمل كل حاجه عشانكم. انت اللي وقفت جنبي بينما كل الناس احنا عارفين احنا كنا معاكم من حلقتين لما الكلام ده اتحصل. حسيت ان دي لغه خطابيه بس مش عايز اقول ان هي اثرت على تجربه المشاهده بالسلب بشكل كبير. يمكن السلبيه الكبرى بالنسبه لي هي عمليه تجميع خطوات السقوط. انت بتقول في حلقه واحده، مش حلقه واحده، هي في حدث واحد. حدث واحد، حدث واحد تقريبا. صحيح. حصل فيه كل شيء. بس انت مكتل قوي على السلبيات. ما ايه لانه في الاخير ما صار حلو يا مان. لا ما انا ما يبقى كلام ده كله صراحه سلبية. صراحه انا خرجت من المسلسل. انا دائما يفرق معايا الطعم الاخير الفاينل تيست. انا خرجت منه بمراره، ما خرجت منه بانبهار مثلا او بنفس الجوده حق بدايه المسلسل. المسلسل اول 3 حلقات لي 3 حلقات ونص كان من أفضل ما يكون وكان كويس. قصة صعود جيدة. يمكن الأساس الوحيد هنا إنه المسلسل في 3 حلقات الأولى كان فعلا ماشي على تقسيم مسلسل. فأخذ 3 حلقات وحلقتين الأخيرة كان زي كأنه نهاية فيلم بالدربكة اللي سايرت فيه. لأن أنا بقارن هنا مع مين؟ كمسلسل مع ناركوس، وكفيلم مع مين؟ مع سكارفيس. طب سكارفيس اداني في 3 ساعات قصة فيها صعود وفيها هبوط وفيها دراما كبيرة جدا في 3 ساعات. ليه؟ التقسيمة حقت الفيلم كانت متباينة بشكل جيد. تقسيمة القصة في هذا المسلسل أعطتني جانب أفضل في الصعود وجانب أسوأ في الهبوط. حس أنك بتتجنب أنك تقارن صوفيا فيرجارا بألباتشينو. مستحيل. هي دي المشكلة. مستحيل. صوفيا فيرجارا عائق. مستحيل. إحنا حاولنا نتسلقه على قد ما نقدر ولكن ما تسلقناهوش بالكامل. ولما شفت الشخصية الرئيسية بديت اقول ليه طيب كان ممكن تجيب ممثلين تانيين. يعني صوفيا فيرجارا يعني بذلت مجهود تشكر عليه ولكن ما نقدرش نقول انها باعت البضاعه بشكل كامل. ولكن تجسيد الفتره الزمنيه خلي بالك انا أيوة. انا جاي لها بمعرفه كافيه من خلال افلام وثائقيه. واللي شفته يا الله على الروعه بجد. من اجمل ما يمكن. وانا حبيت كمان صوفيا فيرجارا لما تتكلم بالمكسيكي او بالكلام اللغه الثانيه. صراحه ما ابغى اللاتيني يعني انه فعلا بعدنا عن الجانب الكوميدي. كل ما تتكلم بس لاتيني صرت مصدق الكلام اللي بيخرج منها وصرت اخذها بشكل درامي اكثر. طيب وصلنا للتقييم يا محمود. تقييم الاول بقى المره. انا تقييمي للمسلسل والله انه تجربه تستحق المشاهده. بس لما اجي في الاخير كل المقومات اخذها في دماغي تقييمي حيكون 6.5/10. 6.5/10. لا فيها شويه ظلم منك بصراحه. طب قول لي انا مش هدخله في العالم بتاع التمانية اللي هي بالنسبه لي التقييم الاخضر. هو التقييم البرتقاني اكتر منه. فممكن اقول 7.5/10. عجبني كمان انه هو عدد حلقاته قليله وانت عارف قد ايه انا بقدر هذا الموضوع. انا شفت انه هذا الشيء اللي بالاساس اللي خلاك ترفع التقييم صراحه. والله من حقي. تمام. ننتقل من الحديث على اقوى امراه في تجاره المخدرات في العالم للحديث مع اقوى امراه معانا هنا في البرنامج. نعم. وحوار عن الاوسكار مع بسات. No.
النهارده هنتكلم على الاوسكارز وجوائز الاوسكار. طبعا كلنا شفنا الترشيحات اوريدي اللي ظهرت، فعايز اعرف منكم رايكم ايه في الترشيحات، ايه الترشيحات اللي عجبتكم فعلا وشفتوا ان هي تستاهل، وترشيحات حسيتوا انه اتس نوت فير او انه اغضبتكم او شايفين انه مش في مكانها. انا ممكن ابدا بس واقول كده من البدايه، هذه من اجمل الترشيحات اللي في الاوسكار نوعا ما، لانه اخر سنتين ثلاثه كانت اغلبها احباط. أوكي. السنه دي الاغلب المجمل كان جيد او متوقع نوعا ما. فمن الناحيه ككل كل شيء يتعلق بفيلم اوبنهايمر، سواء من اخراج من الترشيح الاخراج او ترشيحه كافضل فيلم او افضل ممثل او افضل ممثل مساعد، كل هذه الترشيحات كانت من اكثر الاشياء اللي فرحتني ولا بسطتني في الترشيحات الصراحه. وانت مش حاسس ان في ترشيح كمان اضافي اتضحك على اوبنهايمر فيه؟ اللي هو في تقدير الشخصي الممثله المسنده بجانب ايميلي بلانت، فلورنس بيو كانت تستحق الترشيح على الاقل بدلا من امريكا فيرارا اللي ترشحت عن فيلم باربي لاسباب انا لغايه دلوقتي مش فاهمها. بس امريكا فيرارا احنا لو جينا على دخلنا في الاحباط على طول، لو جينا على فئه افضل ممثله، هذه من أسوأ السنوات اللي كان فيها أفضل ممثل صراحة بكل أمانة. عند أمريكا فيريرا ما تستاهل أبدا. أمريكا فيريرا سبورتينج مش ليدينج. سبورتينج ومعاها جودي فوستر سبورتينج في المياه ما تستاهل. وفي الليدينج معانا بينينج أنيت بينينج برضو ما تستاهل. بس أنت بتقول ما تستاهلش لأنك شايف أن في حد تاني كان أحق؟ لان هي دي النقطه اللي انا شخصيا وقفت فيها الصراحه، ان شايف ان الترشيحات في فئات الممثلات الستات مش قويه قوي ومش مقنعه قوي. مش اتظلموا، انا مش حاسس ان في حد اتظلم. هي يمكن تكون سنه بشكل عام على مستوى الادوار النسائيه مش قويه قوي، بس المقارنه الوحيده الواضحه بالنسبه لي ان امريكا فيرارا ترشحت كافضل تجسيد مساند مش مقنع على الاطلاق، بينما عندك فلورنس بيو كانت اختيار منطقي. لا بس هنا اجي امسك مي ديسمبر، انا كان ممكن ادخل سواء جوليان مور جوليان مور او الثانيه دي ناتالي بورتمان. من ناتالي بورتمان حافظك من غير ما تقول حافظك، ببساطه كان ممكن يدخلوا في الفئه المسانده او افضل ممثله. بس تعرف بقى انا لو هنتكلم على مي ديسمبر ايه اللي احبطني فعلا؟ الولد. اسمه تشارلز ميلتون بالظبط، كان يستحق الترشيح لافضل ممثل مساند، رغم ان فئه الممثل المساند الراجل قويه جدا. اوكي. فيها مارك رافل وفيها روبرت دينيرو وفيها ستيرلينج كي براونينج، فيها حاجات مقنعه جدا، وفيها روبرت دينيرو. وهنا عارفه ايش اكثر المفاجات اللي صارت هذه السنه؟ بس انا سعيد جدا بهذه المفاجاه، لانه ما نبغى الاسماء هي اللي تكون سبب في الترشيح، نبغى الاداء هو اللي يرشح. الاداء يعني ديكابريو السنه هذه ما ترشح كافضل ممثل، في ناس كثيره صدموا. انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي اشوف انه دور ما كان سيء، بس ما هو دور انه يكون اوسكاري، يعني ما هو في قدم ادوار وديكابريو يقدر يدينا ادوار اكثر من كده. صح. طب تعالوا نروح لترشيحاتكم انتوا لو النهارده سالتكم شايفين مثلا في الترشيحات مين ممكن يكون افضل نجم، تختاروا مين؟ افضل ممثل. افضل ممثل كيليان مورفي. كيليان مورفي بحب الاتفاق ده بينكم قوي. هي المنافسه السنه دي ما بينه وما بين بول جياماتي على ما يبدو، وبس في يعني في موسم الجوائز بشكل عام كيليان مورفي مسيطر. طيب افضل ممثله ساندرا هولر من اناتومي اوف فول. محمود عنده راي تاني. باين جدا. المنافسه الوحيده ليها واللي باين من الترشيحات اللي صايره ومن اللي صار في جولدن جلوب او في البافتا مثلا، اللي هي ايما ستون في فيلم بور ثينجز. بس برضه احنا شفناه، بس احنا ما شفنا بور ثينجز. ازاي يا جماعه؟ ما نزلوش، ما نزل، هو دوب عرض في بريطانيا قبل اسبوعين، ومعنا عارفين اذا كان حيجي في المنطقه العربيه في الوقت اصلا ولا او لا. بس من اللي شفته انا الى الان يا محمود، اناتومي اوف فول كان مفاجاه جميله كافضل فيلم، ما دخل كافضل فيلم اجنبي، كافضل فيلم ان جنرال فيستاهل. ودخلت الممثله الرئيسيه في، عشان كده انا شفت الفيلم، الممثله الرئيسيه كان ادائها رائع في محمود. لا انا ما شفت الفيلم ده ولا شفت الفيلم ده، لان هم فعلا مش مطروحين بشكل رسمي. حتى اناتومي اوف فول ماهر عارف يوصل له من خلال الستور الخارجي، كان عنده واسطه، كان عنده واسطه بالظبط، عنده يعرف ناس مهمين خلوه يشوف الفيلم. انا للاسف ما اعرفش ناس مهمين. يمكن الاداء النسائي اللي انا شفته اللي ممكن اتكلم عنه هو بتاع انات بينينج عن ناياد، ده ترشيح مفاجئ جدا 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 بالنسبه لي. احنا كنا بنعتبر الفيلم نوع من انواع التوثيق لشيء، لكن ان هو يدخل في موسم الجوائز في فئه التمثيل كانت صعبه شويه. طيب افضل اخراج اهلا، هذه سنه، هذه سنه، ايوه هذه سنه نولان. واحد ايوه كريستوفر نولان، هذه سنه نولان. نولان لو ما اخذ السنه دي الاوسكار لا خلاص في حاجه غلط. لا في حاجه غلط. تخيل انه هذا اول ترشيح لنولان في اوسكار، وعلى ادائه من افضل افلام اللي تم تقديمها اصلا لنولان، فاكيد انه هو الموسم مسنده بشكل كبير، لان في ناس كتير احنا كنا في بدايه الموسم شايفين ان هم ممكن يكونوا تهديد عليه، للاسف ما يعني اقربهم على الاقل بالنسبه لي كان مارتن سكورسيزي، لكن ما وصلش اللي احنا كنا بنطمح. We'll be right back.
بتعتبر ترشيحات الأفلام العربية لجوائز الأوسكار في فئة أفضل فيلم دولي Best International Feature. هي خطوة هامة جداً نحو تسليط الضوء على التميز والإبداع في السينما العربية، والإنجاز ده طبعاً بيعكس التطور المستمر والارتقاء بالفن السينمائي في المنطقة. وبالفعل شارك 11 فيلم عربي للمنافسة من خلال 5 بلدان عربية، ولبنان كانت في مقدمة الدول العربية اللي شهدت ترشيح أعمال سينمائية مميزة، وتم اختيار فيلمين لبنانيين للتنافس في هذه الفئة الهامة، وكمان قدرت فلسطين إنها تبرز دورها في فيلمين. أما الجزائر فقدرت إنها تتواجد بخمس أفلام، وموريتانيا والأردن كان ليهم تواجد بفيلم. ودلوقتي خلونا نتابع التفاصيل في تقريرنا التالي. منذ بداية حفل توزيع جوائز الأوسكار تم اختيار 11 فيلماً عربياً للمنافسة على جائزة الفيلم العالمية. في عام 1970 تم ترشيح زد. في سنة 1984 تم ترشيح فيلم لوبال من إنتاج عربي إيطالي. وفي عام 1995 رشح فيلم داست أوف لايف للمخرج رشيد بوشارب. أما في عام 2006 ففاز الفيلم الفلسطيني بارادايس ناو، وهو من إخراج هاني أبو أسعد، بترشيح الأوسكار. جيب مرتك تشغلها. وفي العام التالي رشح المخرج الرشيد أبو شارب عن فيلمه Days of Glory. وفي عام 2010 يسجل رشيد أبو شارب ثلاثية مع ترشيحه الثالث في هذه الفئة عن فيلم Outside the Look. لنعود في عام 2013 إلى فلسطين بالترشيح الثاني في هذه الفئة لهاني أبو أسعد عن فيلمه المثير للجدل عمر. أول ترشيح لموريتانيا جاء عام 2014 مع فيلم تيمبوكتو. يليه في عام 2015 الفيلم الأردني ثيب. كلهم ما ينفعونك. وفي العامين 2017 و2018 تفوق لبناني في ترشيحين متتاليين مع قضية رقم 23 لزياد دويري. أنت المدعي توني جورج حنا، جنسية لبنانية، مواليد 7/2/1970. نعم. وكفرنا حولنا لنادين لبكي في عمل حاز على عدة جوائز عالمية. وبكده بنكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا النهاردة. هنشوفكم أكيد في نفس الميعاد الأسبوع اللي جاي. باي باي. We'll be right back.